حته اللحمه دي لحمه كبيره بتاع الراجل الفقير اللي ما يقدرش يروح، ما يقدرش يروح دكان بتبيع الكيلو لحمه ب 150 جنيه عشان يروح يجيب ده لحمه 70 جنيه، لحمه كبيره، حته لحمه كبيره تساعد الناس بنساعد بيها للناس الفقيره، بنساعد بيها لراجل الارزاق، الراجل اللي على الله، الراجل اللي ما يقدرش حتى رجله تروح الدكان بتبيع ب 150 جنيه. بس اللحمه دي بتبقى بلدي، اللحمه دي حته لحمه كويسه مش وحشه بس غاليه، حته اللحمه دي 70 جنيه يعني بنبيعها ب 70 جنيه عشان حته لحمه كبيره تاكل سمك. بس هو هيعمل ايه؟ المضطر بيركب الصعب. مش عايز سمك نزل شويه الفتره اللي فاتت؟ لا والله اقول لك على حاجه، السمك بعرضه طلب حسب سعر اليوم، يعني ما بيثبتش على السعر، ممكن يوم يزيد 2 جنيه كيلو، ينقص جنيه. طب هو النهارده مثلا نازل ولا نازل؟ لا والله في السعر المتوسط، مش رافع قوي. لا يعني متناول الناس يعني كلها دلوقتي، الممكن 26 كان ب 32 درجه الحمد لله يعتبر سعره يا رجاله. في ضغط للسمك بقى في السوق؟ لا مالوش دعوه الضغط ده، ايه السمكيه ما شاء الله موجوده كده كده موجوده، يعني حسب ايه؟ حسب الدوره بتاعت المزرعه موجود يبقى فيه سمك، مفيش سمك يا وجود. في ايه تاني بالاسعار؟ السمك كلها ايه؟ اسعار المجمدات غليت بالنسبه لارتفاع الدولار، غليت اسعار المجمدات بالنسبه للاشتراك، لكن السمك اللي اللي هو الانتاج المحلي بتاعنا يعتبر سعره يعتبر احسن من المجمد. النهارده المكريل ب 30 و32 و23 يعتبر احسن. طب في تاني انواع سمك تانية موجودة؟ في جمبري، في كابوريا، في دينيس، في قرص. اسعارهم برضه؟ لا اسعارهم لا متفوقة كمان وزايدة عن السنة اللي فاتت، بيوصل 50 جنيه و60 جنيه على السنة اللي فاتت، يعني ابو 60 بقى ب 100 و110 اللي هي الاسعار البحرية.